لقد انفصلنا للتو انا وسارة. انا اسف، ماذا حدث؟ قالت انها وجدت شخص اخر. ومن هذا الشخص؟ لا اعرف. لا داعي للقلق، فقط حاول ان تنسى. انت تعلم كم احبها. هل رايت محفظتي؟ لا، ولكن الى اين انت ذاهب؟ ذكرت انها في الغرفه، لقد تاخرت على الموعد. امسك هاتفي دقيقه. عندك رساله. لا احد يتحرك. هل هذا رامبو؟ غبيه، انه سارق. لست في النتفليكس. بسرعه اعطيني المال ولا ساطلق النار على زوجتك. حسنا، سأعطي كما تريد، المهم اتركها ترحل. يا له من حب جنوني. ليس هذا، ولكن زوجتي 10 دقائق وتعود إلى المنزل.